عيد الحلم من أوله. كأني رحت لامرأة معالجة، وكان وجهي بوجهها ولاحظت تغير في الخشم، وطلعت من فتحة الخشم اليسار هذه القطعة، وماني عارفة شنو هي، هل هي قطعة خام أو لحم، لونها أحمر داكن، وكأنها قالت لي إن هذا سحر وخرج. التفت على اليسار وشفت هذه الكرة الكبيرة مكتوب عليها ساحر مسلم شيعي، بس وانتهى. هي هذه الأخيرة هذه ما يعني مش عارف كيف تركيبتها صراحة، يعني كذا داخلة في بعض، هذه آخر شيء ساحر مسلم شيعي مش داخلين في بعض. أوكي المهم، أنت نفسك اللي كنت تبي تخلفي وتتري العملية ولا واحدة ثانية؟ لا لا لا، مو أنا من شو فصلة، وضعك الاجتماعي والصحي والوظيفي؟ من فصلة وضع ريحتي صحي الحمد راسك لله. أحسن لك، قال اللي راح يسكر الباب وراه. طيب منفصلة وما عندك عيال؟ عندي ولدين، ما شاء الله، الله يحفظهم يا رب. الله انت يسلمك. عندك مشكلة تمر فيها ضيق تنفس او غضب مبالغ او اي شيء اوفر يعني؟ غضب ايه، وعندي يعني افكار وقلق وتوتر، وفي مشاعر مكبوتة يعني. يا ويلي، هذا هو، شوفي هذا الانف كل شيء مربوط فيه مع النفس. لما احنا نشوف في الحلم انف معناتها نشوف نفسنا، النفس. اوكي، فان رحت عند معالجة، هنا المعالجة، انت رحت عند معالجة فعلا او سألتي احد علاج او لا؟ لا ما رحتي، لا طلبتي احد يعالجك ولا شيء. لا، انزين، و في عندك اعراض في الواقع غير الزعل والتعب؟ لا ما عندي الحمد لله. ركزي معي، انك تروحي لعند معالجة غريبة هي نفسك، يعني انت مشاكلك كلها في نفسك. اخراج اللحمة هذه من انفك معناتها التعبير عن رأيك، اخراج الاشياء اللي في قلبك للظاهر للاشخاص اللي هم متسببين فيها. كلمة الساحر شيعي سني، لا، ان مهما كان ساحر الهدف مسلم شيعي. نفسها، مسلم شيعي ولا شيعي سني؟ آه مسلم، ساحر مسلم شيعي صح؟ يعني مهما كان هدف الشخص هذا الظاهر ان لمصلحتك، ان في خير، ان whatever، قولي له في وجهه ستوب، وقف، تراك تجاوز حدك والخط احمر. بس اوكي، في ايوه اشخاص ربما مزعجينك ضاغطينك نفسيا، في منهم يتعلل بان عقله مخالف لعقلك، في منهم يتعلل بانه مهتم لامرك، في منهم انت مش فاهمه اصلا شو يريد. هم أهلي يا فمهما أستاذ إياد، انت ومعارضين ادرى على في ال... فكرة الزواج، علشان يعني بهدف إن لمصلحتي وهو مو لمصلحتي. يعني للاسف الحلم جاك من رب العالمين قال لك وقفيهم من حدهم، قول لهم هذا خط احمر، ستوب، هذه حياتي مش حياتكم. مهما كانت معتقداتكم او افكاركم او مبادئكم، هذه حياتي مش حياتكم. ما بتكوني اخر عمرك بينهم، بتكوني لحالك انت واولادك. فالحلم مع انك انت ترفضي الضغط الخارجي والتمسك بافكارك، بس العلم عند الله. ماشي يا بنتي؟ ماشي، جزاك بس الله خير. تم التفسير. الحين في ناس بيقول لك سحر وما سحر ويمكن سحر، ارخي نفسك. بس انا اميل لتفسير الرموز. اذا انت كنت حاسه بسحر او شيء، ارخي نفسك، مش مشكله. إن شاء الله ولكن بإذن. بالنهاية المعنى يظل نفسه عندي بالنسبة لي. يلا جزاك مع الله خير. السلامة. مع آمين. السلامة.